شكرا لاخ الرئيس. لاخ الرئيس نقطة نظام ما اقصد نظام اي مادة لاخ؟ لا اتكلم على الترشيح. لاخ الرئيس انا راعي انتخابات واقرا النتائج. حدث اتفقت مع الحكومة على نائب الرئيس. لاخ الرئيس ارجوك اخ سعدون اتفقت مع الحكومة على نائب الرئيس. ارجوك لذلك لاخ الرئيس عشان أرجوك نكشف أخ هذه الصفقة. لا ارجوك اخ سعدون أرجوك أخ سعدون ساعدني. أرجوك أخ سعدون تفضل. دكتور جمال حربش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ الرئيس. طبعا النتيجة السابقة حدث أو الحركة الدستورية لها 3 نواب. لو حطينا هالثلاث النواب وزعناها بين الأخوان اثنينهم العملية واضحة والتصويت والمواقف معروفة والضغط هذا علشان ننسحب ما راح يصير. احنا الاخ الرئيس اصحاب الصفقات معروفين واصحاب المال السياسي معروفين ومعروف من يعلن شيء ويروح بشيء اخر. لذلك ما راح تحرك فينا شعره الكلمات. شكرا. اذا فاز الاخ عيسى بارك له، واذا فزت انا جمعان الحربش في اي موقع. شكرا. ولا تهزنا كلمه من شخص مثل سعدون حماد. شكرا لا إن شاء الله. أرجوكم يا أخوان.